أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد فاز معنا في هذا الأسبوع في مسابقة أجمل تلاوة التي يقيمها مسجد لالا باشا المتسابق ماجد جهاد العبسة. طبعا تلاوته جيدة وطيبة، ولكن هنالك بعض التنبيهات التي ينبغي أن يتنبه لها. فمثلا عند قوله الشيطان لفظها هكذا بضم الشفة، وطبعا لا علاقة للشين بضم الشفة، فينبغي أن تلفظ الشيطان. وكذلك عند قوله تعالى للصلاة الصلاة صدقة، لفظها هكذا بضم الشفة، وطبعا لا علاقة لمخرج الصاد بضم الشفة، إذ المخارج أو الحروف التي ينبغي أن تضم عندها الشفة أو التي لها علاقة بها الشفة هي حروف الواو والباء والميم، للشفتين الواو باء ميم. فينبغي أن يلفظ هذا الحرف هكذا للصلاة الصلاة صدقة. كذلك عند قوله تعالى الأرض، لفظها هكذا بضم الشفة عند حرف الراء، وطبعا لا علاقة لمخرج الراء بضم الشفة. كذلك عند قوله تعالى آمنوا، هو أتى بالواو مع الغنة، وينبغي أن تلفظ صافية بلا غنة، فينبغي أن يلفظها آمنوا. طبعا الشكر لأصحاب المشاركات كافة، ونخص منهم أصحاب أفضل مشاركات المتسابق كريم شرف، والأخ باسل منصور، والأخ أحمد ياسمينة، ومحمد طاهر ياسمينة، ومحمد كنان دوارة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.